انت بتحضر حاجه دلوقتي يا استاذ لطفي؟ انا ما بعملش اي ايه حاجه. الاجابه الطويله قوي اللي انت قلتها؟ انت عقبال بتفكر ما لسه ولا افتكر. انا مع الاستاذ عادل امام في المسلسل الجديد بتاعه، وبعمل صاحب السعاده. صاحب السعاده، وبعمل شخصيه لطيفه الى ابعد الحدود. جميل، بس جميل. استاذ سمير بتحضر حاجه؟ والله ما اقدرش اقول لك بحضرها، معروضه برضو عليها كم حاجه، بس ايه بشوف كده عايز حاجه تعلم يعني تبقى كويس، والا ملهاش معنى يعني. ملهاش داعي ان شاء الله هي. انت بتبقى قاعد كده تبص لها بوم حاجات جت فوق بعضيها. فربنا يسهل ان شاء الله. دنيا سمير غانم جابت مولود؟ لا لسه 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 ما جابتش مولود لسه، بس شوية. عملت فيديو لاغنيه، الاغنيه ما شاء الله مكسره الدنيا ما شاء الله، 13 مليون مشاهده على اليوتيوب. يعني انا ما كنتش مصدق لحد ما عامله اغنيه جميله. انا بطلب ناس الاقي الاغنيه موجوده على بدل الراب. اغنيه حلوه وكمان حلوه، وذكاء الملحن شاب جميل. قصه شتاء. قصه شتاء فكرته هو، والتاليف الاستاذ امير امير طعيمه. امير طعيمه. وتلحين هو هشام ده بقى، وهشام جمال شاب جميل وجينيوس. يعني ما شاء الله عليه. ما شاء الله. وهو فكرته الكتاب ده، وهي هي جميل. لا يعني ما صورتش كليب انها تصور، لا لسه يعني احتمال تصوره بعدين. بعد ادائها ناضج جدا. ادائها ناعم كده، حساس. لذيذ يعني. لا وفكره جميله ما شاء الله، انك تشوف غنوه مكتوبه وتعجبك من غير ما تشوف لبس وحاجات وحركات كتير. بعد كده عملوها. ده حتى اجانب شفتهم عاملين اغاني كده. اللي هي اغاني مكتوبه. مكتوبه. فكره. لا الفكره حلوه، الفكره حلوه، وهي غنتها حلوه قوي وفيها احساس عالي قوي. احساس. يعني 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 فكره كمان برضو الاب اللي بيبقى، وخصوصا لما يبقى فنان ويبقى فرحان اكتر لبنته. طبعا دي يعني يعني طبعا الواحد بيبقى ايه فخور، لان دي حاجه طالعه من عندك. وبعدين انت لما تبقى انت فنان وناجح في حاجه معينه وتلاقي ناس تبعك ناجحين في نفس الحاجه دي، نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يوفقهم بقى. هم المستقبل. مش كده لازم نقول نعم؟ لازم نقول نعم عشان دول. عشان دول عشان دول واللي زي دول طبعا.